فأيضا هناك نص يستخدمونه عندما صعد المسيح إلى السماء، قال: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. واكرزوا أي أن توصلوا هذه الرسالة، الإنجيل، البشارة السارة إلى جميع العالم. منذ ذلك الوقت ابتدأ التلاميذ أي الحواريين يفعلون ذلك بنشر هذه الرسالة، رسالة التوبة إلى جميع الناس، كما أعرفت في المحاضرة الأولى عندما قلت أن حتى التلاميذ حتى الحواريين نادوا بالتوبة ولم ينادوا بخلاص الدم وغيرها من هذه الأشياء. في يوم 50 بعد صعود المسيح بخمسين يوما كان الحواريين جميعهم مجتمعين، وعندما كانوا مجتمعون جميعهم أصبح لديهم زي الحالة، يعني يقولون، طبعا هذا في أعمال الرسل وقد تكون هذه يعني القصة مفبركة، قد لا تكون حقيقية، لكن يقولون أنهم كانوا يصلون بلجاجة وبقوة، ومن هناك زي استلموا القوة اللي هي قوة الروح القدس كسند لهم كي يذهبوا إلى العالم أجمع وأيضا يبدأوا بالتبشير. وهكذا يقول في أعمال الرسل: ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. اجتماع هذا زي دفعة قوية لهم حتى يذهبوا ويبدأوا بالتبشير، وهنا استخدم كلمة تبشير وليس التنصير، سبحان الله. فكان أول من فعل هذه الرحلات التبشيرية هو فيليبوس، كان أحد حواريي المسيح، حيث ذهب من السامرية إلى أورشليم، ومن أورشليم إلى طريق غزة، ومن طريق غزة إلى أشدود، ومن أشدود إلى القيصرية، وهكذا.